السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي يوم إن شاء الله تلبية الطلب ديالكم غنشارك معكم الماسك اللي مزيان التسبغات اللي كيكونوا كي في البشرة ومزيان حتى اللي فيه الحبوب وغادي نشارك معكم حتى الروتين اللي كندير مع الصباح البشرة ديالي والروتين ديال العناية بالبشرة حتى ديال العشية اللي مزيان التجاعيد ومزيان حتى اللي فيه حتى شي حبيبات صغارين وداكشي كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وبسم الله على بركه الله بالنسبه للماسك الوصفه مستوحاه من واحد الماسكي كيتباع قدروا الاخوات يعرفوه قدروا فيكم اللي يكونوا عارفوه غنحتاجوا بالنسبه للمكون الاساسي آآ هو آآ الطين كديروا اما الطين الاخضر او الطين الابيض انا اليوم عندي الابيض غنديرو ممكن نديرو حتى الغاسول غير هو اختاروا غاسول اللي يكون الغاسول اللي كيكون رطب وكيكون يعني كيكونوا مصفين وماشي ما تاخذوش الغاسول اللي كيكون حرشوا فيه كيكون فيه الصابل أه صافي هنا خديت واحد جوج ديال المعلقات ديال الطين الابيض انا خديته من اغومازون وغدا ناخذ واحد المعلقه ديال هنا الفحم المفعل او أه او لو شاربون اكتيفي غناخذ او النشيط الفحم النشيط آه غناخذ معلقه منه وهاد المكونات انا من بعد غدا نضيف عليهم آه واحد المكونات اللي كيديروا البيلينغ يعني كيديروا واحد التقشير خفيف يعني كل نهار كتبقى البشره تقشر بدون ما كتحسوا وكتنظف حتى بعمق آه اللي اللي ماشي ضروريين يعني حتى هادو غير غير الطين والشاربون راه مزيانين غنخلط هاد الخليط هادو بالنسبه لهاد الخليط هذا الا بغيتو تقدروا ديروا في القريعه وتبقاو كل مره ملي تبغيو مثلا مزيان ديروه حتى لجوج المرات في الاسبوع تقدروا تبقاو فيما ما كتلقاوه لان ما تيخسرش كتاخذوا مثلا منه جوج او ثلاثه وكتخلطوهم بالماء ورد وديروهم للوجه تقدروا ديروا ليهم كيف ما غادي نشارك معكم اليوم المكونات اللي غنشارك معكم مهم هنا راه غدا نخلطو انا بالمورد أه، ثلاثه المعالقات باش غدا نخلطو هاد المورد هذا غير خديتو غير في اغومازون كنخليه غير في باش كيكون كي بارد كان نديرو انا دائما مع الصباح ومع العشيه يعني من بعد أه، يعني من بعد الوضوء مثلا كنرش كن به وجهي صافي كنخلط مزيان حتى كنحصل على كريمة تقريبا على شكل كريم وعاد غنزيد ليها غنزيد زيت الاساس ديال شجرة الشاي حتى هو الا ما توفرتوش عليه هذا غير في حالة الا كان عندكم الحبوب في الوجه ممكن تديرو لان كي نقي البشرة كي طهرها كي ديزانفكتها انا ثلاثة ديال النقطات هذا زيت ديال شجرة الشاي فحبذا لو يكون عند يعني أي واحد عندكم يعني كل واحد تكون عنده على الأقل كي راه قرع لي خيدة أنا كبيرة يكون عندكم في الدار لأنه مزيان بزاف بزاف أنا كان كناخد دائما هاديك القرعة اللي وريتكم دابا كناخد وحدة تدي ليا هكا شهور ولا تلاتة من بعد هاد المكون اللي غندير هو لاسيد كليكوليك فيت لكم ليكم عليه وهذا لاسيد سالسيليك آه ساليسيليك ساليسيليك هذا حتى هو غندير منه ثلاثه النقيطات وبالنسبه للاسيد غليكوليك الا ما كنتوش مولفين به فكنصحكم ديروا غير نقيطه وحيده آه بما ولفتوا عليه وفاش ديروا هذا الماسك هذا من الاحسن ديروه حتى العشيه او ديروه في واحد نار اللي عارفين راسكم ما غاديش تشوفوا الشمس فهذا افضل او من بعد ما كتغسلوه خاصكم ديروا ضروري بوماده ديال الشمس ملي تخرجوا دابا هاد الوقيته هادي هي ديال البيلينغ هاد الوقيته ديال الوقيته ديال البرد اه اللي ما كايناش الشمس بزاف فمزيان ديروا ديروا تقشير البشره بالاحماض الفواكه ها شفتو شفتوا دابا انا درت هاد الكميه كامله باش ندير واحد طبقة غليظه باش ما ينشفش حيت ما خش تخليو طيني نشوف لكم هاد لي ماسك هادو ما خصهمش تخليو ينشفوا يعني ضروري خاص الطبقة تكون غليظة ولا بدات كتنشف ليكم خاصكم ترشوا عليها شويه الماء ورد يعني تبقى واحد 15 دقيقه حتى ليكم لكم البشره من بعد راه ملي غتغسلوا وجهكم تحسوا به ولا رطاب أه وخاصه الا كنتو كديروا يعني هاد الاحماض الفواكه فمره مره كديروا بحال هاد لي فكتحسي بالبشره ديالك أه تنقات ولا نقيه وحتى كتشوفي حتى اللون ديالك أه تفتح هنا غادي ندير ان شاء الله من بعد من مورا هذاك الماسك يعني من بعد ما غسلته كنرش اه كنرش الماء ورد هذا الماء ورد على وجهي وهو فازق يعني باش هو فازق غادي ندير فيتامين سي ومن بعد غنخلي ديك فيتامين سي شربها لي الوجه ديالي عاد غندير لاسيد اليرونيك هذا فيتامين سي حتى هو راه خديتو غير في اغومازون يعني هاد المواد اللي شاركت معكم اليوم كلهم في اغومازون حتى هي كنتسناو يعني ضروري كنتسناو واحد شويه أه شرب تشربها البشره ومن بعد عاد غندير هذا لاسيد اليغونيك ولا غنديرو عاوتاني البشره ديالي وغدا نخليه حتى هو حتى تشربوا البشره وكسولتوني على يدي شنو تندير ليها يدي اي حاجه شا فاش كندير الوجه اي حاجه شاطت تنديرها ليدي يعني اي حاجه كندهن وجهي وكندهن بها حتى يدي يعني حتى هي كتستافد العنق واليد ومن بعد فاش كندير هذاك لاسيد اليورونيك فاش كينشف عاد كنزيد هاد هاد الكريم المرطب اللي حتى هو يلاه خديتو ماشي بزاف باش خديتو مهم حاليا هذه هي الروتين ديالي تقدر تبدل من بعد آه الا تبدلت راه نعاود نشاركها معكم هذه ديال الصباح يعني كل صباح كندير هكذا ما عدا الا كنت غدا نخرج ولا عارفه غدا نشاء ندير الضو بزاف يعني حتى حتى الضو اللي كيكون مجهد اه حتى هو خاصكم ديروا ليكرون من ملي تبغيو وت... ملي تبغيو وتشا... يعني ملي كيكون الضو مجهد وحتى كذلك ملي كتكوني كطيبي في الفران خاصك ديري لي ملي تكوني كطيبي في الفران لان الحراره حتى هي ماشي مزيانه للبشره و... وخلاص الا كنتي خارجه للشمس ولا بدا بالنسبه لهاد المكونات هذه كيف قلت لكم راه خديتهم في اغومازون وبالنسبه للروتين ديال العشيه هاد المكونات كامله زايده عليها غير لاغيتينول راه وريتو ليكم لاغيتينول هي هذيك اللي في اللون الابيض راه مكتوب عليها لوغيتينول لوغيتينول راه مكتوب عليها شفتو آه كندير آه كندير كيف نفس الترتيب يعني كندير لاسيدا المورد لاسيدا ليغونيك ونخلي حتى ينشف واحد شويه عاد كندير لوغيتينول ومن بعد كنتسنى واحد شويه عاد كندير الكريم المرطب باش آه البشره ديالي ما تنشفش ليا والريتينول مزيان التجاعيد ومزيان كذلك حتى اللي فيه الحبوب وبالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش راه في الاول فاش كتشريو خاصكم ضروري ديروه غير جوج مرات في الاسبوع ومن بعد حتى كتولف عليه البشره عاد كتديروه نهار ايه ونهار لا ومن بعد ملي كتولف البشره عاد كتبداي ديريه كل نهار في العشيه في الليل ماشي في الصباح نتمنى ان شاء الله لبغيتو التفسير ديال الروتين ديال العشيه نقدر نعود ملي نكون كان وجه ملي كان غنديرها نصورها لكم دابا هنا انا يا غير وريتكم مكونات بالنسبة ديال العشية لانني درس غير ديال الصباح نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال آه الاعجاب ديالكم الى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله